يمكن ما بناخدش بالنا قوي من المواجهات المسلحة اللي بتقع على أرض الواقع. خلينا بس نفتكر حاجة كويسة جدا قبل ما نتكلم على برضو ندي حضراتكم كده فكرة سريعة لمن لم يتابع بالأمس أبرز المواجهات المسلحة اللي حدثت في الشوارع والمدن التركية بالأمس، إنه ما تقارنش أي جيش في العالم بالجيش المصري، لأن الوضع هنا مختلف تماما، مفيش مقارنة من الأساس. والحقيقة إنه السؤال اللي هنفتحه دلوقتي قبل ما أخد حضراتكم للاستعراض السريع عن المواجهات المسلحة التي وقعت ما بين جيش المعارض للإنقلاب، جيش الإنقلاب ضد المدنيين اللي مش معاه، أو ما بين الجيش اللي ضد الإنقلاب اللي هو مع نظام أردوغان ضد المدنيين اللي هم مع جيش الإنقلاب، يعني ما بين كل هذه الأطراف الحقيقة هيتبادر السؤال الأهم، وربما ده من الأسئلة المهمة جداً اللي هنركز عليها في إجاباتنا مع ضيوفنا الكرام في هذا الصباح، لكل من يتابع ولكل من يهتم أن يفهم كيف تجري الأمور. هل عرف بالفعل أو اقتنع أو فهم نظام أردوغان أن هناك فرقاً كبيراً جداً ما بين الانقلاب وما بين الثورة، ما بين الانقلاب العسكري وما بين الثورة الشعبية الوطنية، ما بين أنه جيش ينقلب على حاكم وينقلب على الشعب اللي مش هيرضى يقف معاه في هذا الانقلاب ضد الحاكم، وما بين ثورة شعبية وطنية تأتي من ملايين المواطنين تحترمها القوات المسلحة والجيش في هذا البلد وتقوم بدعمها؟ ده سؤال مهم جدا. هل اقتنع نظام أردوغان اليوم بهذا الفارق الكبير جدا ما بين الأمرين؟